تفضل. اي والله يسا مهديات. ايه جيب لك حليب مع الشاي؟ لا قطعك بتفور كافيه. طيب شو وينه شادي؟ عم يفرش اسنانه. طول بالسهره؟ شو القصه؟ ما في بالعاده يتاخر بالسهره لهالوقت. يا سيدي صار له ساعه حايس بده يحكي معك بس ماله مسترجي. خير شو بو؟ ما بعرف بس مبين انه في بتمه حكيمه عم يقول لي. بخصوص شو؟ ما بعرف. يعني متضايق من شيء؟ مثلا حدا زعجه بالمدرسه؟ لا لا ما بتصور، لانه لو كان حدا زعجه بالمدرسه كان حكى من النهار، وشادي مثل ما بتعرف ما بيخبي عني شيء. طيب بسيطه هلا بساله. هو بيني وبينك يمكن انا عرفت طرف الموضوع. شو هو؟ قال يا سيدي بده غرفه ينام فيها لحاله لانه عم يتضايق من بكى اخوه الصغير طول الليل. تصبح على خير. تعال اقول لك بابا، تعال. عاوزك شوي. نعم بابا. بدي احكي معك كم كلمه، تفضل لعندي شوي. ايه شادي؟ انت بدك تقلي شيء قبل ما تنام؟ عندك وقت تسمعني ولا بدك تقرا كتابك؟ لا ولا يهمك، عندي وقت، احكي اللي بدك اياه، عم بسمعك. بابا، انا كبير ولا صغير؟ هاها شوف، إذا بدك تحلق دقنك مثلي فلساتك صغير، وإذا بدك ترضع حليب بالبيبروني فأنت كبير. ليش هيك عم تحكي معه مأمون؟ خجلته لشادي. طب ما بدي أعرف شو بيقصد بالصغير والكبير؟ على كل حال، هات لشوف يا شادي، شو طلبك أنت بابا؟ بصراحة بابا، أنا عم بتضايق بالنوم يا أخي فادي. ليش بقى؟ أنت عم تنام بتخت وهو بتخت، شو يلي مضايقك؟ صحيح، بس فادي بيبكي كتير، فيقني بالليل. صحيح، الحق معك، بظاهر نومه خفيف أنت. طيب، غير البكي تبع فادي، في شي مضايقك كمان؟ إيه. شو هو؟ بخاف تزعل ماما. لا تقبرني أحكي، ما بزعل. حلفي بالله. بدون حلفان، احكي حبيبي ما بزعل. ليش الشغلة متعلقة بأمك؟ مو متعلقة بأمي، متعلقة بماكينة الخياطة تبعها. خير، شبه ماكينة خياطتي؟ صوت قوي كتير، وانت ما بيحلال تخيطي عليها الا ما بكون نايم. الحق معه يا بارعة، الحق معه، يعني واحد نايم وعم يدوي فوق راسه موتور مكنة خياطة، فعلا شغلة مزعجة. بقى الله يرضى عليكي، هي عم فهمك ها، بتنقلي ماكينة خياطتك بكرة لغير أوضة، فهماني شو عم قل لك؟ هذا شادي عزيز علي كتير وما بيهون علي ابدا ينزعج. اما بالنسبه لفادي فاعملي جهدك ما يبكي ابدا. منيح؟ عجبك هيك بابا؟ شو بابا؟ شايفك كانك مالك مبسوط بهالحل. قول ماما، اذا في شيء بدك تقوله قول، لا تستحي. بابا كل رفقاتي اللي بعمري عندهم اوضه لحالهم الا انا. ها هلا فهمت عليك. يعني بدك اوضه لحالك؟ ليش لا؟ ما صرت كبير انا؟ بلا بابا انت كبير. بعدين الاوضه اللي عنام فيها كلها اغراض، وفيها خزاين وطاولات واللفايه، لما بدك تنام عنا بتنام عندي فيها. يا ماما، ما فتحت لي الموضوع هداك اليوم واقتنعت؟ اي صحيح، بس ما عم برتاح. تكرم عينك، هلا انت قوم نام بابا وان شاء الله ما بصير لك الخير. قوم نام بابا قوم. بس مو تضحكوا علي؟ لا حبيبي لا تخاف، طالما أبوك وعدك أكيد رح يوفي بوعده. طيب بدي أسألك يا شادي، منين بدنا ندبر أوضة تنام فيها؟ يعني بتعرف أنت بيتنا صغير وما في أوض زيادة. نام بالأوضة اللي فوق. إيه بس هالأوضة فيها كراكيب كتيرة. إيه بسيطة، شو هالشغلة؟ بيعوا الكراكيب. تكرم عينك، قوم حبيبي، قوم هلأ نام بتختك وبكرة منلاقي لك حل. تصبح على خير. وأنت من أهله بابا؟ إجي غطيك حبيبي؟ لا لا بتغطى لحالي. شايف ما أخبسه؟ صار له شهرين عم يزن بإذني حتى أفتح الموضوع قدامه. بس والله لساته صغير، شلون بدي أحطه بالأوضة لحاله فوق؟ يا سيدي ما فيها خسارة، منجرب. طيب والكراكيب وين بدي روح فيها؟ ولا يهمك، برفعها على سقيفة وإلك علي افرش له إياها وساوي له إياها أحلى أوضة. والله بيضحك هالشادي، يعني بده يعمل حاله رجال بهالزور. بر قلبي معنا. مثل ما عم أقول لك يا وداد، أبوه ما عم يرضى. ليش لحتى ما يرضى؟ يعني إذا الولد حابب ينفصل بغرفة لحاله، أنتوا ليش لحتى تعاندوا؟ ما بعرف، أبوه له رأي تاني. حاجة بقى، بلا رأي تاني بلا تالت. إذا انفصل الولد بغرفة لحاله، بصير يعتمد على نفسه، وبتقوى شخصيته، وبيشعر بأهميته. صدقيني يا بارعة، ابني لؤي من وقت ما ولد لحتى صار عمره هالعمر، عايش بغرفته اللي خصصنا له إياها. وقديش صار عمره هلا؟ فات بال21.
لا انت شوفي غرفته ما احلاها، الله وكيلك من وقت ما كان قد ابنك شادي كان يضب تخته لحاله ويمسح الغبره ويليف البلور وما حدا علمه. هيك هو لحاله بيحب النظافه والترتيب وبجن جنانه اذا حدا فات لاوضته ولعب له بغراضه. بجوز انتو فصلتوه عن البنات لانه عندك بنتين صبايا الله يسلم لك اياهم. ليك والتانية على هالحكي، يعني معقوله نفصله عن البنات وهو لساته باللفلوفه؟ بعدين تعي زورينا انتي مره وفوتي لاوضته. اي والله والله روايح النظافه ومعطر الجو يلي بيرشه بالاوضه بتفتح النفس، وابوه ذات نفسه ما بيحلاله نومت بعد الظهر الا بغرفه لؤي. ما بعرف يا وداد، كل واحد له راي وله عقل. ولك ماما ليش انت عنيد؟ ما بعرف. مالي عنيد، بس ليش عم تضحكوا علي؟ هلا نحن عم نضحك عليك؟ طبعا، لانه كل يوم بتقولوا لي اننا نخصص لغرفه لحالك، ما كنتوا تشوفوا بعضكم. شادي حساب انت فهيم شو صار لك؟ عود ماما عود. ماما حبيبي انت لساتك صغير، صغير كتير. ايه ابوك يلي هو ابوك عاش وتجوز وما حلم، مجرد حلم انه يكون له غرفه لحاله، حتى لما تجوز انا عم نام معه بنفس الاوضه. ولي وليش عم تضايقي؟ هلا انا اللي عم ضايقه؟ طيب ماشي الحال، يلا قوم نام هلا، قوم حبيبي، تصبح على خير. تصبحي على خير. مساء الخير بابا. مساء الخيرات. شو رايح تنام؟ طيب معلش. مساء الخير. مساء الخير. قبل ما ينام بدي ورجيه على شغله مهمه كثير، تسمح لي؟ هات ايدك لشوف. تعال حقن لشوف. ايه شادي؟ غمض عيونك هلا. فتح عيونك. وين الغرفة بابا؟ أكيد مو إلي. عجبتك الغرفة شادي؟ يا الله ما أحلاها. ما أنا مصدق عيوني. هي من اليوم ورايح غرفتك المستقلة. شو رأيك بابا؟ صحيح بابا؟ شو رأيك بهالتخت شادي؟ ايه حلو كتير كتير كتير. يا ترى هذا ذوقك ولا ذوق بابا؟ لا هذا ذوق بابا، بس انا اشتريت لك كل هالالعاب. يا الله ما احلى هالسعدان، منظره بضحك. شوف بابا مو حلو؟ فعلا حلو كتير كتير. وشوف بابا، شوف هالخزانة، هي حطينا لك كل اواعيك وكراكيبك فيها. هالفطبول الي كمان بابا؟ كل شي بهالأوضة إلك. يلا حبيبي روح بوس إيد بابا وقول له الله يخلي لنا إياك. شكرا بابا، شكرا الله يخلي لنا إياك. تسلم يا حبيب قلبي، تسلم يا شادي. أنت بتستاهل. ليش بيستاهل شادي؟ لأنه أولا مجتهد وحباب وبيسمع كلمة أمه، ولهالسبب ما في شي بيغل عليك. أمتى بدي نام بأوضتي؟ هلا اعتبارا من هالليلة. شو رأيك؟ ايه ما عندي مانع، موافق. طيب نحن هلأ رح نقلك تصبح على خير. متعشي انت؟ ايه متعشي وعين الله حوله، وقبل ما تجي انت بشوي كان فايت ينام. عظيم، لكن هلأ اتسطح حتى قلك تصبح على خير، وبكرة بتقلي انطباعك عن نومتك بهالأوضة. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبي تصبح على خير. حبيبي تصبح على خير. انتو من اهله. تصبح على خير، باي. شفت قديش فرح شادي؟ يقمر قلبي، يعني كأنه ملك العالم بهالأوضة. فعلا، وأكيد بكرة رح ينشر الخبر بين رفقاته كلياتهم. تعرف، بس بلشت استوحش له من هلا، مالي متعودة إنه ينام بعيد عني. طيب مو هيك بده؟ نحن لبينا طلبه. Thank you.
الفجر والعصفور سو سو، شاف القطة قال لها بس بس، قالت لو نو نو. صباح خير. صباح الخيرات. تشرب قهوة؟ ايه ما في مانع. على عيني وراسي، بس لروح اطمن على شادي بالاول. صباح الخير. صباح الخيرات. اللي تقبرني، ان شاء الله انبسطت من نومي بأوضتك. ايه ماما انبسطت كثير. حدا زعجك؟ حدا بكي بالليل؟ لا. عظيم جدا، ألف مبروك عليك، هات وزير شوف. روح حبيبي هلا، غسل وشك على بين ماما ما تجهز لنا الفطور، إيه؟ إيه من عيوني التنتين، تعال يلا حبيبي. يلا ماما. ها؟ صباح الخيرات شادي. صباح الخير. ايه قلي يا شادي، ان شاء الله ارتحت بالنومه؟ ايه بابا ارتحت كثير. عظيم جدا. ها؟ صباح الخير حبيبي. صباح الخير. شو؟ مبين اليوم فايق بكير. ايه ماما بدي اتفرج على الافلام كرتون بالام بي سي. قوم حبيبي، غسل وشك وفرش اسنانك، تعال. تفضل بابا اطلع لشوف. ايوه اطلع يا عريس.
يلا. عم تبرد شي بالليل؟ لا بابا ما في برد. عظيم جدا. بابا أنا عندي سؤال بدي أسألك إياه، بس بدي منك تجاوبني بصراحة، بتوعدني؟ إيه بابا بوعدك. ليش ما عم تنام بأوضتك؟ جاوبني بابا، أنت دائما بتحكي الصدق. كنت امبارح عم بتفرج على التلفزيون بالصالون، قمت نمت. ما اقتنعت. بالظاهر عم تخاف لحالك، مو هيك؟ لا بابا ما بخاف. بابا شي طبيعي الإنسان يخاف. أنا مثلا كنت خاف وأنا صغير. أنت كنت تخاف؟ إيه؟ من شو؟ يعني مثلا جدي كان دائما يحكي لي حكايات عن الفضاء والكواكب والغابات والحيوانات والأعاصير والبرق والرعد. بس ما في شي بيخوف بالحكايات. صحيح، بس أنا كنت خاف من جدي لأنه مركب طقم أسنانه وبيحكي هيك. قامي مقامي قديمة زمان. بقى بابا مثل ما لك شايف، ما في شي بيخلي الإنسان يخاف، خاصة إذا فكر الإنسان بالأشياء الحلوة. بإيش بدي فكر يعني؟ فكر مثلاً إنك رايح رحلة مع رفقاتك وعم تلعبوا بالبستان، والبستان كله حشيش وعشب أخضر، وإنتوا عم تركضوا وتقلبوا تقالات أو عم تلعبوا طميمة وتتخبوا ورا الشجر. طيب أحياناً بيجي لنا ما بنام مع أنه بكون نعسان. بجوز يصير معك هالشي وتقلق، ولما بتحس حالك قلقان غمض عيونك وتخيل حالك راعي خواريف بيض وعم تعدن لهالخواريف البيض الكتيرة، وشوي شوي بتلاقي حالك نمت. طيب بابا بدي أسألك، الفراشة بتخوف؟ بالعكس، الفراشات كتير حلوين. الفراشة مخلوقة كتير لطيفة بابا. والجرادة؟ ما بتخوف، بجوز تنقز بس ما بتخوف. على كل حال بابا نام هلأ، وأنا هالليلة رح نام عندك. صحيح بابا؟ ولو، كم شادي عندي أنا. يلا تصبح على خير بابا. أنت من أهله. أسعلي بدي نام جنبك، اسمح لي؟ يا الله يا سلام على هالتخت، شو مريح. كان يا مكان يا قديم يا زمان، كان في دب أبيض. حزير مين شفت لك اليوم؟ مين شفت يعني؟ لا من جد حزير. شي شلون بدي احزر هيك من الباب للطاقة؟ ليش انا بالاول بعرف وين كنت حضرتك لحتى احزر؟ يا سيدي كنت بالمطار عم بودع جوز اختي. ايه ومين شفت يعني؟ شفت لك شي ممثل مشهور مرق من جنبك بقاعة الاستقبال؟ لك لا لا اهم من هيك بكتير. اهم من هيك؟ مطرب يعني؟ كمان لا. أصبح بتكون شايف لك شي لاعب فوتبول من اللي بحبهم قلبك. يا سيدي ما حذرت. راح تضوجني أبو تميم. اللي مين شفت يعني؟ لك مسؤول مهم كتير. مسؤول؟ مين يعني وزير؟ يا سيدي مو وزير، شغلة فوقانية كتير. أهم من وزير؟ أوعى تقلي الماجد بهاء. هو بعينه. عن جد عم تحكي؟ الله وكيلك. شفته بعينه؟ إيه نعم بعيني. يا لطيف على الحظ يلي إلك، من سنين وأنا عم بحلم إني شوفه شخصي بس ما كانت تزبط معي. بالفعل نيالك يا أبو تميم، نيالك على هالشوفة. لا
لك انا مستعد ادفع نص عمري نص بالنص مقابل اني اقعد ربع ساعه مع هالانسان. بعشقه لهالزلمه عشق. اخي عادل ما بلومك، هالشخص هذا مو شخص عادي ابدا، بالفعل بنعشق. انت لو بتشوفه على الهيبه اللي له وهالروز اللي حواليه يا اخي بيلبق له، بتحس انه خلق لهالمركزات. وشلون شفته بقى؟ بالصدفه ولا حصل لك حوصتين ثلاثه حوالين بيته؟ لا والله بالصدفه، يظهر انه كان مسافر برات البلد. مزبوط، كان برات البلد متابع اخباره انا. ويا ترى شفته يا ابو تميم عن قريب؟ وش لوش يعني؟ ولا هيك من بعيد؟ ولا قالوا لك انه هداك الزلمه يلي مو مبين هو الماجد بهاء؟ لك شو عم تحكي انت؟ عم بقول لك شفته وحكيت معه. حكيت معه؟ ايه نعم. للماجد بهاء؟ لك هلا خياله. نيالك، بالفعل نيالك. طيب الحراسه اللي حواليه ما حكوا معك شيء؟ يعني قصدي شلون خلوك تحكي معه؟ لما قربت لحاكيه حاولوا بالاول يمنعوني، بس لما شافني اشر لهم مشان يتركوني. يا اخي شو الاخلاق العاليه هي؟ كتله من التواضع هالزلمه. اخ يا ريتك كنت حامل بايدك مسجله لحتى تسجل كل كلمه بيحكيها وكل حرف بينطقه. وانا تمنيت نفس الشيء، لانه هالزلمه ما بيحكي الا حكم وما بينطق الا درر. ايه اللي لشوف شو حكى؟ قلت له مرحبا سياده الماجد، طلع فيني هيك تطليعه كلها حنيه وابوه، وقال لي اهلين يا ابني. قال لك يا ابني؟ الله وكيلك هيك قال، مع انه قدي بالعمر قال لي يا ابني. يا سلام يا سلام على حنيه قلبه واصاله معدنه وانسانيته. لك بالفعل انسان يا اخي، لك انسان هاد بكل معنى الكلمه. شو قلت له انت كمان؟ قلت له الحمد لله على السلامه. محزير شو قال لي؟ ايه وشو قال؟ قال لي الله يسلمك ويسلم هالوطن. قال لك يسلم الوطن؟ بعظمه لسانه. شفت قديش قلبه على البلد؟ شفت قديش وطني هالزلمه؟ حامل هم البلد على كتافه وحاطط حب الوطن بقلبه. يعني صحيح كان مسافر، بس كان تارك قلبه وعواطفه ومشاعره كلها هون. لا وبعدين شو حكيتوا؟ ما حكينا شيء، سلم علي بايده وطلع بالسياره. طيب الناس اللي هنيك ان شاء الله ما تغالصوا هيك وقللوا طعمه وتكوشوا حواليه؟ من حسن حظي ما تكوش حدا غيري، يبدو انه ما حدا انتبه له. بعدين مو كل الناس اذا شافته بتعرفه، لانه الماجد بهاء شخصيه قليله الظهور. صح، هالشخص بيشتغل بصمت بدون ضجيج بدون شوشره بدون بروزه. تعرف انا شو ناوي؟ وشو ناوي؟ اذا الله بعد اسمه وكرمه طعمني بولد فوق البنتين اللي عندي، ما رح سميه غير الماجد بهاء. ما بتصل اخي عادل، الله بيرزقك ولد وتسميه مثل ما بدك. ولك اهلين ابو الماجد بهاء. اهلين وسهلين ابو تميم. إيه لا والله ما بسميه الماجد بهاء لو بدها تضطر بقى الدنيا. وليش بقى؟ شو بقول الماجد بهاء؟ مسؤول كبير قد الدنيا، يعني تحكي بعبك إذا كان ابنك رح يتشبه فيه. أنا مو مشان هيك عم أحكي، يعني الاسم ما حبيته تقيل يا أخي. بعدين مو شرط إذا سميت ابنك الماجد بهاء يطلع مسؤول مثله، بجوز يطلع بياع صبارة. شو ما طلع يطلع، أنا نادر إنه إذا أجاني صبي سميه الماجد بهاء. وليش بقى؟ شو ليش؟ لاني معجب كثير بهالانسان. مو بس معجب، فيك تقولي متيم هيمان مهووس. لك مثلي الاعلى بالحياه هاد. مثلك الاعلى مثلك الاوطى، انا شو دخلني؟ بعدين اللي بعرفه ان الواحد بيعجب بمطرب بمطربه بممثل برقاصه بلعيب فوتبول، بس انه يعجب بمسؤول هي ما سمعتها بحياتي. لك هدول اللي عم تحكي عنهم عقلهم فاضي. ما أحلاني أنا أعجب بلاعب فطبول كل شغلته وعملته بهالدنيا إنه يركض بالملعب ورا الطابة، أو أعجب بمطرب لأنه صوته حلو، أو ممثل لأنه شكلاته ناعمين. أنا عقلي أكبر من هيك يا مدام. أنا معجب بهالإنسان لأنه عقله راجح وفهمه واسع ومداركه عالية وأفكاره خلاقة وأعماله عظيمة. إيه لكان هالإنسان هاد مناور سياسي وعلى مستوى رفيع ودبلوماسي بارع من طينة العباقرة، ودائما عالي الجناب بيعتمد عليه بالمهمات الحساسة وبيبعته حتى يمثل الوطن بالمؤتمرات والمحافل الدولية. بقى روحي حبيبتي بوسي ايدك وشوقفا واحمدي ربك اني راح سمي ابنك بهالاسم الماجد بهاء. لا بدي بوس ايدي وشوقفا ولا بدي اضحك بعبي. ايه ما بسمي الماجد بهاء والسما زرقاها. بعدين انا اللي تعبت بالحمل وتعبت بالوحام، وانا اللي بدي سميه على كيفي.
شي حلو والله، بدل ما الناس تنادي لي ام راغب، ام كاظم، ام عاصي، تنادي لي ام الماجد بهاء. ايه تخيني، شو بدك يعني يصير مسخره بين النسوان؟ على كل حال لا تعصبي يا روحي، لا تعصبي هلا، ما بيسوالك التعصيب. مشان الماجد بهاء يريب بطنك، بعدين ليجي الصبي مصلي على النبي. الله يعطيك العافية. هلا الله يعافيك. إذا سمحت إجاني ولد وبدي سجله. إيه بنسجله، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. أعطيني دفتر العائلة وهويتك الشخصية وشهادة الميلاد. كله موجود هون، تفضل. شو بدكم تسموه للمحروس؟ الماجد بهاء. نعم. الماجد بهاء. عفوا، أنت تقربوا للماجد بهاء؟ طبعا لا، مالك شايف الهوية؟ أنا اسمي عادل الصناديلي وما بقرب سيادة الماجد لا من قريب ولا من بعيد. يعني بده يصير اسم ابنك الماجد بهاء عادل الصناديلي؟ بالضبط، يعني اسم موسيقي كتير ومدوزن. يعني هذا قرارك النهائي؟ وما بتراجع عنه أبدا. أنا نادر من زمان إنه لما بيجيني صبي سميه بهالاسم، يعني تيمنا باسم الماجد بهاء. أصبح روح جيب لي موافقة بهالشي إذا سمحت. موافقة شو؟ حبيبنا، أنت مثل ما بتعرف هذا اسم مسؤول كبير بالدولة، وأنا ما بقدر سجلك هالاسم إلا إذا برست لي موافقات من الجهات المختصة. ما بقدر حط شي على مسؤوليتي أبدا. شو هالحكي؟ ومين بقى الجهات المختصة بهيك شي؟ لك هون المشكلة، العلي أنا ما بعرف منين بدي جيب هالموافقة. رح تطوشنا انت بهالشغله يا اخي. الو، مرحبا ابو عماد. هلا اذا واحد بده يسمي ابنه على اسم شي مسؤول كبير بهالدوله، ايه من وين بده يجيب موافقه؟ ايوه. اي طيب، يعطيك العافية. روح راجع فرع المعلومات العامة وهن بيوجهوك. هلأ مشان اسم بدي دوخ سبع دوخات؟ إذا بتريد يا أخ لا توجع لي راسي. هداك اليوم سجلنا اسم ولد جاك شيراك راح نروح فيها، علقنا بسين وجيم. الله يخليك، روح جيب لي الموافقات المطلوبة وتعال سجل الاسم اللي بدك اياه. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. ليش بدك تسمي ماجد بهاء؟ مثل ما قلت لكم سيدنا، من شدة إعجابي بهالشخصية حبيت سمي بهالاسم تيمنا باسم سيادة الماجد بهاء. ومن المعروف يا سيدي إنه الماجد بهاء كل الناس بتحبه، يعني حتى عالي الجناب الله يخلينا إياه ويديمه زخر لهالوطن ويطول عمره بيعتمد عليه اعتماد كلي. أكيد هيك ولا في إلك مقارب تانية؟ مقارب تانية؟ مثل شو؟ يعني بتكون قلت لحالك بسمي هالاسم مشان شوية امتيازات ومكاسب. بيتدلى الولد بالمدرسة، بيخافوا منه الأساتذة، بيحطوا دائما أول مقعد. يعني أكيد هيك اسم رح يكون امتياز كبير لهالولد. صدقني سيدنا أني ما فكرت هيك تفكير أبدا. معاذ الله أني حاول استغل اسم سيادة الماجد. طيب شو بيضمن لي أنك مو ناوي تسمي هالاسم كنوع من المسخرة والأنجلي؟ أعوذ بالله يا سيدنا، أنا أتجرأ وأتمسخر على سيادة الماجد؟ أريتني إن اسم ميت شقفة إذا خطر لبالي هيك خاطر يا سيدنا. أريتني إن مسخ سعدان إذا فكرت هيك تفكير قال أتمسخر قال. لا سيدي الله يخلينا إياك، تفكيركم راح لبعيد كثير يا سيدنا. شوف يا سيد عادل، أنا راح أعطيك الموافقة، بس مو قبل ما نبهك لبعض الأمور يلي ممكن تكون غافل عنها. تفضلوا سيدنا. يعني تسمية هيك اسم فيها مسؤولية كبيرة، وانت لازم تكون قد هيك حمل وقد هيك مسؤولية، لانه اسم ابنك ما رح يكون اسم عادي ابدا، ولهالسبب ما لازم تكون معاملتك لابنك معاملة عادية ابدا. شلون يعني سيدنا؟ يعني هالولد هاد لازم يتدلل منيح ويلبس منيح، لانه مو معقولة ابدا يكون ولد اسمه الماجد بهاء
سارح بالطريق او عين شقه او قذر. لا ابدا، نحن ما ممكن نقبل بهيك شيء مطلقا. من ناحيه الدلال سيدنا لا تهلك له هم، الولد وحيد على بنتين وبده يشوف دلال ما حدا شافه. ثاني شيء، بدك تعد العشرة قبل ما تعيط عليه، وتعد للمية قبل ما تسبه وتشتمه. موضوع الضرب بدك تقيمه من ذهنك نهائيا، مشان الولد يطلع له شخصية قوية وما يطلع سهيان ونايت. حاضر سيدنا، حاضر. وأنا ما بخفيك أبدا إنه في بعض الجهات قد لا تتفهم بإنك لما عم تسب ابنك عم تسبه مشان تربيه، وتاخذ الأمور منحة تاني ويتهموك بإنك عم تسب الماجد بهاء شخصيا، وهي لحالها بلوي. أنا سب الماجد بهاء؟ قريتني إعدام. خلاص خلاص، ما في داعي لكل هالشي. نحن اللي علينا عملناه، فهمناك وعيناك ونبهناك وحطيناك بالصورة، وبتمنى إنك ما تغلط مشان ما تحيجنا نستعمل معك أساليب تانية. مساعدها أعذر من أنذر. تفضل، غير الموافقة. شكرا سيدي، شكرا. ايه طمني، شلون الماجد بهاء الصغير؟ منيح، ببوس ايدك. وان شاء الله ما عم يتزعران. مين؟ الماجد بهاء. لمين هالولد؟ وطي صوتك، شو يتزعران ما يتزعران؟ هلا بيسمعونا بيفكروا عم نحكي عن الكبير. قريت الجريدة اليوم؟ لا لسه ما قريت شي. فيها مقابلة مع الماجد بهاء. شو الحكي؟ وليش ساكت؟ هات لشوف. يا سلام. لك ما تبلى هالشبوبية وهالتطليعة يا رب، لك تقبرني. شوف على النظرة، كلها فهم وإدراك وغموض. لك شوف لي التصريحات الرنانة اللي مصرح فيها، يعني فعلاً حاطط النقاط فوق الحروف. أرالي أول عنوان وشوف. الاتساع الأفقي في السياسة قد يؤدي إلى انفراج قريب. يا سلام، لك شو الحكمة العظيمة هاي؟ ما حدا قبله تجرأ يحكي عن الاتساع الأفقي بهالوضوح هاد وبهالجرأة هاي. بالفعل. لك يا أخي شو هالزلمة هاد؟ يا ريت يا ريت في عنا شي 70 واحد مثله. لسه ما شفت شي، اقرالي اللي بعده. السياسة المحدبة لم تجدي نفعا، فقد آن أوان التحول. بالفعل بالفعل أبو تميم، السياسة المحدبة ما زبطت منوب. هاي أول مسؤول بينتقد السياسة المحدبة وبهالأسلوب المباشر هاد. أخي هالجملة هاي بالذات لازم يحطوها مع الأقوال المأسورة ويدرسوها بكتب المدارس. كونفوشيوس، تعرفوا على كونفوشيوس؟ كونفوشيوس حكيم الصين، إذا بيفوت على بطن أمه وبيطلع 20 مرة ما راح تطلع معه هيك حكمة، ما بتطلع. معك حق، أنت شفت لي العنوان الأخير بس امسك لي أعصابك. التاريخ لم يعد ملكنا، سابق أوانه. هالزلمة سابق أوانه، الماجد بهاء سابق أوانه. هذا هو الحكي المضبوط أبو تميم، هذا هو البرهان الساطع. لك هي هي الحقيقة المجردة. لك يا أخي شو هاد؟ لك شو هاد؟ هالجملة هي بالذات أنا رح أكتبها بالمانشيت العريض وعلقها فوق تختي يا أبو تميم. أنا لازم أتصبح وأتمسى بهالغنية، بهالحكمة. كل يوم كل يوم لازم أتمسى فيها وأتصبح. بالفعل يا أخي بالفعل، لأنها وثيقة تاريخية وممكن تورثها لأولادك وأحفادك. هو قد يبدو لك عبارة بسيطة بالظاهر ها، بس معانيها عميقة كتير أبو تميم. أخ أخ، بدك مين يفهم ويقدر؟ بتعرف أبو تميم أنا شو عم بحلم؟ بشو؟ عم أحلم باليوم يلي التقي فيه بهالإنسان هاد. نفسي ومنى عيني كحل رمشي بطلعته البهية وإطلالته الساحرة. طيب ليش ما بتحاول تقابله؟ حاولت كتير ما قدرت، الناس اللي حواليه ما خلوني أصله. ما بعرف، عم فكر اقتنص شي فرصة بس شلون ما بعرف يا أبو تميم. ايه يا ميت، أهلا وسهلا فيكي. شلون ابنك مجودة؟ الحمد لله ماشي حاله. جارتنا عم بيعن على بالي سؤال حابة أسألك إياه من زمان، بس بصراحة خجلانة منك شوي. ولو جارتنا، ليش من إمتى كان في بيناتنا كلفة؟ يعني ما لقيته أخف من هالاسم لابني؟ ولك شو بدي احكي؟ بتصدقي اني وصلت بيناتنا للطلاق مشان هالقصة؟ اوف لهالدرجة؟ راسه ألف سيف إلا يسميه الماجد بهاء. شو السبب؟ معجب فيه وعمل 100 واسطة لحتى جاب موافقة بالاسم. شلون يعني معجب فيه؟ رفيقه يعني؟ منين لوين رفيقه؟
صار له حايز حواليه مدة طويلة ولحد هلا ما قدر يقابله، يعني إعجاب من بعيد لبعيد بس. يا الله وكيلك، صوره معبية أوضة نومي، بتصبح وبتمسى فيك اليوم. يا الله يعينك على العيشة، ما بتمنها لعدوتي والله. بتصدقي لما كنت حامل بالماجد بهاء شو كان يعمل فيني؟ شو كان يعمل؟ كان يجيب لي صورة الماجد بهاء الأصلي ويتحشب مناخيري، وعلى قولة تطلعي بالصورة وتوحمي، وأنا أطلع من هون ومعتي تقلب من هون، يعني مشان شي، يعني هو على سلامته. بس في وحدة بالدنيا يعني بتتوحم على صورة واحد عمره 50 سنة؟ لا والله، هي أول مرة بسمعها. ويا ترى ابنك طلع بيشبهه؟ هو ما بيبين هلأ إذا كان بيشبهه، بس جوزي صار له مدة حايز على صورة للماجد بهاء وهو صغير، يعني ابن سنة، لحتى يقارن بينه وبين ابنه، بس لحد هلأ ما كان يلاقي. يه، منين بده يلاقي هيك صورة؟ متأمل جوزي إنه يقابله، وعم يقول إنه أول شغلة رح يطلبها منه صورته هو صغير. إيه، الله ينولكم اللي ببالكم. ألو، مرحبا عادل، قريت الجرايد اليوم؟ لك لا، مو مقابلة، في خبر مهم كتير. عالي الجناب عزله للماجد بهاء. ايه، حلق له وحطه بالبيت، قال لي اسباب تمس النزاهة الشخصية. الله وكيلك هيك كاتبين. ومعلومك عالي الجناب ما بيتصرف من الفراغ. لك ايه، حطوا بداله الماجد ضياء. ايه طبعا احسن، بده اتنين يحكوا فيها. اللي لشوف، ما بدك تنزل على القهوة اليوم؟ ايمتى لكان؟ بكرة؟ مشي، بكرة ملتقي. الله معك، أهلين أخي عادل، مع السلامة. يعطيك العافية. لين الله يعافيك. الله يرضى عليك، بدي غير اسم ابني. ليش، شو كان اسمه؟ الماجد بهاء. الله يصلحك، حدا بيسمي هيك اسم؟ شو بيعرفني، كنت طايش بعيد عنك. بسيطة بسيطة، شو ناوي تسميه هلا؟ الماجد ضياء. نعم، وهي كل الموافقات المطلوبة. قريت الجريدة اليوم؟ لا ولا لسه، لشو فيها؟ في مقابلة مع الماجد ضياء. شو الحكي؟ شو قايل فيها؟ حكي كبير كتير. مثل شو؟ اسمع هالمنشيت، سنصنع المستقبل بأيدينا. يا سلام، يا سلام على هالحكي اللي بيعبي المخ. فلسفة، فلسفة على حلها هي. لك مو بس فلسفة، فلسفة وتاريخ كمان وجغرافيا كمان. هالعبارة هي أخي أبو تميم مو عبارة عادية أبداً، هاي فيك تقول وثيقة تاريخية، جغرافية، فلسفية، سياسية، مستقبلية. آخ لك يا أخي، أنا مو بس معجب بها الزلمة، فيك تقول متيم، هيمان، مهووس. بعشقه لهالزلمة، بعشقه عشق.